زهير قزمان، خبير محاسب. اليوم كان عندنا واحد اللقاء بين المنظمه ديالنا ديال الخبراء المحاسبين والماليين ديال التجمع الوطني الاحرار، ومع مجموعه من الفاعلين الاقتصاديين. كان الهدف ديال هذا اللقاء هو تقديم جميع المقتضيات ديال الجبائيه اللي متكونه في لا لوا دو فينونس ديال سنه 2022. كاين واحد الامتياز اللي كان على حسب اتفاقيات ديال الاستثمار اللي العتبه ديالهم جات في هذا لا لوا دو فينونس، انها نزلت من 100 مليون درهم ل 50 مليون درهم. هذه الاتفاقيه الان اي مستثمر اللي عنده واحد لو بروجي دانفستيسمون ديال المكلفه ديالو 50 مليون درهم، يمكن له يعقد واحد اون كونفونسيون دانفستيسمون مع الدوله، تتخول له واحد لي زافونتاج على انه الدوله يمكن لها تستثمر، يمكن لها تمول له واحد القسط من هذا الاستثمار الكبير، يمكن لها تعاونوا باش يشري الارض فين غيدير فيها هذا المشروع ديال الانفستيسمون، يمكن لها تساهم اوسي في لا فورماسيون الا كان داخله في الاستثمار ديالو. وكاين واحد افونتاج فيسكال من ناحيه ديال التيفيا على انه معفي من التيفيا ملي غادي يبغي يشري لي زيكيبمون ديالو اللي داخلين في هاد الانفستيسمون. هاد الاعفاء تيخص التيفيا اللي كاينه في على المستوى الداخلي، ولا الامبورطاسيون الا كان غيدخل معاه دي بيان ديكيبمون من الخارج، دونك معفي في مده ديال 36 شهر من انطلاق ديال المشروع ديالو.